صباح الخير. صباح النور، شو استاذ خليل؟ صباح الخير. صباح الخير دكتورة علا، كيفك؟ ماشي أهلا الحال؟ أستاذ، كيفك؟ الأستاذ آه فادي الحمد سنان لله صار ماشي. معنا. الأستاذ فادي مدير عام وزارة الصحة، رئيس مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة، رئيس البرنامج الوطني للحد من التدخين، عضو لجنة التراخيص في وزارة التربية وزارة الصناعة، أستاذ محاضر ما مش ضروري في مؤسسات طويل المعهد العربي، القصة. باردون، وممثل وزارة الصحة في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك، نحن بنتشكر يعطيك حضورك ألف عافية، يعطيك ألف عافية. وبنتشكر دعمك. نحن اليوم الله بمواجهة يسلمك. جائحة كورونا، وزارة الصحة من الصفوف الأولى، وللأسف الأطباء صحيح. بخطر دايم، وللأسف عم نفقد من الفريق الطبي وغالين علينا، وبنأسف نتقدم بالتعازي لعائلاتهم. مستشار فادي سنان، شو بدك تقلنا اليوم عن الحالة بلبنان إذا بدنا نحكي وزارة الصحة، الفريق الطبي، الأطباء، الصحة بشكل عام؟ بداية يعطيكم ألف عافية أنت وفريق الإعداد وأستاذ خليل على أول شيء. الفكرة حلوة بس مش مهمة إنه تعمل 48 ساعة أو 72 ساعة بلبنان، لأنه صار الشعب اللبناني اليوم خاصة بالصحة وبالوباء وهي كله إعلاميين، فيك تعبي قد ما بدك وقت وتتجاوز الأرقام الأولى عالميا، بس أنتم منيح إنه قدرتوا تجيبوا خلال 3 أيام نخبة من الناس يحكوا أو ناس اختصاصيين ببعض المواضيع يحكوا، يعني اليوم قد ما بدك بتعبي هوا بس ما فيك تجيبي ناس اختصاصيين ونخبة يحكوا. فيعطيكي ألف عافية أنت وأستاذ خليل على هذا النشاط، وإن شاء الله تحققوا اللي بدكم إياه. شكرا. نحن بوزارة الصحة من 21 شباط 2020 بدأنا بمواجهة وباء كورونا من أول حالة وصلت على مطار بيروت، وكان اكتشاف سريع، ولكن هذا كان دليل على قدرة وزارة الصحة والنشاط اللي كانت فيه وبرامج الترصد الوبائي اللي عم تقوم فيها وزارة الصحة. نحن خلال سنة بدي أقول لك كان في فريق، يعني هذا كان الوباء عبارة عن مثل اجتاح لبنان وكان في فرق عم بتقاوم انتشار هذا الوباء. نعم. اليوم نحن بلبنان طبعا مثل ما كل الناس بتعرف بلشنا باحتواء الوباء بشكل جيد، ولكن نقلنا اليوم الوضع سيء كثير بلبنان مثل ما كل الناس بتعرف. يمكن كان في سببين اساسيين نحو انه الانحراف بموضوع الوباء بلبنان. النقطة الأولى اللي صارت بلبنان وهي انفجار المرفأ بأربعة آب، النقطة الثانية اللي صارت فتح البلد خلال الأعياد اللي صارت الميلاد ورأس السنة، وهون أنا ما بقصد بس المطاعم، بقصد السهرات والاحتفالات اللي صارت بالبيوت وعدم اهتمام الناس بهذا الوباء. نعم. لبنان اليوم غير وباء كورونا ووباء اللي بدي اقول لك وانفجار المرفأ، ضربتين الكبار اللي تعرض لهم لبنان. لبنان قدام ازمه اكبر بكثير من اثنين، انا رايي هي الازمه الاقتصاديه اللي عم بيعيش فيها، وهي الازمه اللي لها انعكاسات على كل الازمات، وهي اللي راح تبقى. الكورونا ان شاء الله بيخلص، بنخلص من تداعيات الله يرحم الشهداء والجرحى بانفجار المرفأ، بس نحن قادمين على فتره كثير طويله بمجال الصحه إلى بمجال الاقتصاد إلى انعكاس طبيعي على الصحة. نحن بقطاع الصحة بلشنا إنه تدهور بالوضع الصحي نتيجة الفقر اللي عم بيعاني منه لبنان. اليوم لبنان عم بيعاني منه بفقر كتير شديد، حينعكس بطبيعة الحال على المؤشرات الصحية اللي عم بيعيش فيها اللبناني. هون بدي أقول لك نحن بوزارة الصحة عم نشتغل على خطين. خط كنا وبعدنا وما زلنا بشكل كتير سريع قمنا بوزارة الصحة بمواجهة الوباء بتوسعة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية والخاصة بشكل كتير كبير لحتى تستوعب، خاصة كان عندنا نقص كتير كبير.
بالاي سي يو، بذات الوقت كنا عم نشتغل على تامين اللقاح. اليوم نحن وضعنا بالمستشفيات الى حد ما صار مقبول، مقبول كثير. بيبقى عندنا يمكن المشكله، يعني صرنا ما عندنا كثير نقص بتخوته الاي سي يو او بتخوته العاديه، اساسا ما عندنا نقص بالكورونا. اشتغلنا بذات الوقت على موضوع اللقاح، اشتغلنا على موضوع اللقاح من محلين، بلش عندنا مفاوضات مباشره مع شركه فايزر، وكنا نحن اعضاء ومن اول الدول اللي دفعت مصاري بمنصه كوفاكس لتامين اللقاحات. هون نحن من منصه من شركه فايزر قدرنا انه نقوم بعمليه شراء على حساب الدوله، ويقدم مجانا لكل الناس، ل مليونين و100 الف لقاح اشتريناهم من فايزر، واشترينا من كوفاكس مليونين و700 الف لقاح. لحد اليوم مثل ما انتم عارفين كان وصلنا 60 الف لقاح تقريبا، ومبارح وصلنا 41 الف، صاروا بحدود ال 100 الف لقاح. هو ال 100 الف لقاح انه نحن لهلا لقحنا منهم بحدود 51 الف، بعد عندنا 9000 وال 40 الف 50 الف اللي رح نلقحهم هذا الاسبوع، ومتوقعين ان شاء الله بعد بحدود 10 ل 15 اذار يوصلنا كمية كبيرة من منصة كوفاكس من شركة أسترازينيكا. إن شاء الله. الوضع اليوم بدي أقول لك بلبنان، اليوم سجل على المنصة بحدود 650 ألف واحد لأخذ اللقاح، وهذا الرقم كتير قليل. نحن إذا بقي هذا الرقم مثل ما هو، نحن اليوم عم نشوف عم بيزيد الرقم باتجاه صوب 700 ألف، كمان بعده رقم كتير قليل. توقعاتنا نحن يكونوا 5 مليون اللي ممكن يتسجلوا بلبنان. نحن بنتمنى يعني في كمان اقبال كثير كبير على تسجيل منطقه بيروت وجبل لبنان. نحن بنتمنى انه هذا الزياده بالتسجيل تتم منطقه النبطيه جنوب بالبقاع والشمال. اللي بقول لك انه يمكن يكون اي واحد بيشتغل بمحل من المحلات بيصير اخطاء، ولكن انا اللي بدي اقول لك بعض الاخطاء اللي صارت، ورغم انها كثير قليله بلبنان، نحن يمكن ان شاء الله بالمرحله اللي جاي اكيد حسننا، واكيد حيمشي في لجنه علميه نحن بنمشي تحت توصياتها. لحد اليوم ما صار عندنا بلبنان اي عوارض حقيقيه تذكر بموضوع اللقاح. يمكن حاله وحده صارت، عم ندرس شو صار فيها بسايد افكت للقاح. بعد ما لقحنا اكثر من 51 الف لقاح بلبنان ما في عوارض جانبيه مهمه بلبنان. نحن بنتمنى شغلتين كمان بموضوع اللقاح، بنتمنى من كل الناس الاسراع بالتسجيل. طبعا يعني نحن باللجنه اخذنا قرار يوم السبت انه مش كل واحد ساعه اللي بده بيتسجل اذا عمره فوق ال 75 وبكره بياخذ. نحن رح نخلص الفئة اللي تسجلت فوق ال 75 بفترة ل 14 شباط، الوقت اللي نحن بلشنا بالتلقيح لننقل للفئة الثانية. أكيد إنه في ناس كتير بتطالب، وكل الشعب اللبناني اليوم عم بيطالب إيه بده قبل إيه ده. نحن حطينا أولويات بالأول اللي فوق ال هي الأولويات اللي 75. أنا بدي نوضحها، سوري على إيه المقاطعة، نحن بدنا نخبر اللي عم يسمعونا شو كانت البرايورتي باللقاح لمين؟ البرايوريتي باللقاح كانت بالاول للجسم الطبي، الفرانت اوفيسر تبع الكورونا، يعني انه اللي عم يتعاطوا مباشره بموضوع الكورونا باقسام كورونا، اضافه للي عمرهم فوق ال 75. بننقل بمراحل تانية للي فوق ال 65 وعندهم امراض مستعصيه ومزمنه، فاذا وبنمرق للاجسام الطبيه الاخرى. يعني حتى بالمستشفيات قسمنا الموظفين لثلاث اقسام، اللي بيتعاطوا بالكورونا، اللي بيتعاطوا بالطوارئ وغيره، والقسم الثالث اللي اداريين. كمان في عندنا بالمرحله بالكاتيجوري 1 بي عندنا كانوا الصيادله واطباء اسنان وباقي الممرضات الفيزيوثيرابي اللي نحن بلشنا فيهم هذا الاسبوع لانه سمح لنا ننقل على الكاتيجوري 1 بي، لانه اليوم ان شاء الله وموعودين ان شاء الله بكميه كبيره. اذا مثل ما موعودين خلال شهر اذار بيكون اجينا النسبه الاكبر من الناس المسجله على منصه كوفاكس بلبنان لاخذ اللقاح.
ما كمان يمكن نحن بذات الوقت، بذات الوقت نحن فتحنا اليوم، مش اليوم، فتحنا من البداية أمام القطاع الخاص لاستيراد اللقاحات. نحن كل اللقاحات اللي عم تنقبل عالميا نحن عم نسجلها، سجلنا اللقاحات اللي يمكن الأسترازينيكا والفايزر، وسجلنا سبوتنيك الروسي، ونحن كنا بانتظار ملف الصيني، وسمحنا للي بيقدر يجيبه للقاح الصيني. لحد هلا حتى تكون واضحه القصه، مش مثل ما الناس عم تفكر نحن ما عم نسمح وكذا. لحد هلا ولا مصنع دواء او شركه ادويه بالعالم من اللي انتجوا اللقاح عم يقبلوا يبيعوا للقطاع الخاص. نحن بنتمنى اي حدا من القطاع الخاص يقوم بعمليه شراء هاي اللقاحات، لانه هذا موضوع بيريحنا لإلنا وبيريح الناس كمان بشكل أكبر. وزارة فعلا، لأنه الصحة الناس بدها أكثر ترجع على أشغالها بعد ما هي نحن تحتاجها، لأنه بنتمنى اليوم قبل بكرة يكون في كمية كبيرة من اللقاحات. نحن بداية حطينا 8 يعني 21 مركز للتلقيح، زدناهم ل 28. العدد ممكن الناس منا مقتنعة بعد، وبنتمنى نحن اعطيناهم انه بنتمنى يروحوا على عملية التلقيح. رغم انه بقول لك كمان بالتلقيح، مش يعني اذا واحد تلقح ضد تلقح اخذ اللقاح بطل يلقط الفيروس، هو بعده بيلقط ولكن بصير عنده مناعة من هاي الفيروس، ما في يرجع يروح يتعاطى اليوم بشكل طبيعي، ولانه ممكن ينقل العدوى لعائلته اللي بعدها منا ملقحة وهو طيب ما بيكون حاسس. يلي ديجا اخذوا الفيروس ونعدوا بالكوفيد، قد ايه ممكن بعد وقت يرجعوا ينعدوا؟ لكن هو حسب قد ايه بيكون عنده مناعة. نحن عم نعمل بدهم يعملوا الفحص الاجازي. بوستر طبعا اي جي جي بيبين مناعة، ممكن يحملوها 3 اشهر 6 اشهر. لحد هلا هيك عم بيبين المناعة عم تاخذ مرات 6 اشهر، مشان هيك نحن قايلين انه ممنوع ياخذ اللقاح الا بعد 3 اشهر من ما يكون خلص من كورونا. ممكن ما يكون في مناعة بعد ما يخلص طبعا كورونا، طبعا يعني طبعا بيرجع عم نشوف بينصاب مرة حالات أخرى. ما عندها مناعة. نعم طبعا نعم طبعا. استاذ فادي، انا عندي خليل مرداس، عندي سؤالين لحضرتك. كيف 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 بتقيم بتقيم اللقاح اللقاح اللي ساعدك النواب؟ لسعادة يعني هل كان دستوري اذا بدنا؟ والسؤال الثاني، مثل ما بنعرف نحن انه الوزاره او الدوله اللبنانيه هي تدينت من البنك الدولي لقدر جابت هذا اللقاح. اللقاح؟ بما بما انه انه الدوله الدولة تدينت، تدينت، ليه ما ليه ما بنسمح بنسمح للقطاع للقطاع الخاص الخاص يجيب يجيب اللقاح؟ اللقاح؟ ولو ولو بنعرف بنعرف قديش قديش حقه حقه بلا ما بلا ما نتدينه، نتدينه، الدولة الدولة يلي يلي قادر قادر يدفع يدفع بيدفع، بيدفع، ويلي ويلي مش مش قادر قادر يدفع يدفع بتدفع الدولة. هيك هيك بصير بصير متاح متاح للكل. للكل. أول شيء بدي أحكي عن اللقاح من شان النواب. ليه؟ رح أرجع يعني أكد على شغلة كثير أساسية. أول شيء أي واحد بيشتغل بمحل من المحلات ممكن يصير أخطاء، نحن عم نشتغل بمشروع كثير كبير. اللي صار مع النواب بس حتى وضحه لمرة، لأنه كثير أخذ لغط والناس بتحب تحكي، والنواب تبعنا والوزراء وكل الناس جسمهم لبيس لما تبلش تحكي بيتاخذ الموضوع، يلا بيصيروا يحكوا عليهم. أول شيء اللي لقح من النواب هن 15 نائب. في نائب ألبير منصور تلقح بمستشفى الحريري. أكيد صار، أنا رأيي نحن كنا عم نعمل مثل ما بنعمل في شيء عندنا اسمه موبايل كلينيك، يعني هي بتروح على بعض دور العجزة اللي ما فينا ننقلهم على مستشفيات. الفكرة الأولى من اللقاح، أي واحد بده يتلقح لازم يتلقح بمستشفى، لأنه نحن حتى ما يصير أي شوك أي سايد إفكت لازم نراقبه على الأقل ربع ساعة لساعة حسب وضعه. يعني إذا كان عنده حساسية بنراقبه نص ساعة، عنده أمراض ممكن نراقبه ساعة. ولكن البداية ممنوع واحد يتلقح إلا بمراكز اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة. نحن أكيد هو المراكز اللي هن اليوم 28 مثل ما قلت نحن راح نزيدهم بالمستشفيات. المشكلة اللي صارت
المشكلة اللي صارت بموضوع النواب هو انه نحن بعتنا الموبايل كلينيك لقحتهم بمجلس النواب اول شيء، وحتى اقول يعني ما عليه لانه الناس بتحكي، ومثل ما قلت جسمهم لبيس، هول النواب مش هن اللي طلبوا يتلقحوا بمجلس النواب، وهول بمحل من المحلات هن كلهم بالكاتيجوري اللي محطوطه بحق لهم يتلقحوا هول ال 16، لانه معروف اعمارهم ووضعهم مثل كل العالم اللي عم تتلقح. يعني رح اقول لك شغله، ليه النواب يعني بموضوع اللقاح وكل صراحه، ليه ما انحكى على الجامعه الامريكيه او على الروم او 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 انه صار تجاوزات راحوا عن النواب؟ لانه جسمهم لبيس. بس رح اقول لك شغله، انا سالتهم نواب عدد منهم هني راحوا لانه طلب منهم يروح، لو طلب منهم يروحوا على محل تاني يمكن كانوا راحوا كمان بهذا الموضوع. النقطة التانية اللي بدي احكيها غير باللقاح، يعني انه مثل ما صارت ونحن كنا بالموبايل كلينك ناويين نروح، عم نروح نحن بالموبايل كلينك على كثير مستشفيات وعم نروح على دور العجزة. قلت لك اللي صار بموضوع النواب هو انه النواب الناس هلا انه في موجة ممكن يكون ما لهم عليها النواب بالموضوع. النقطة الثانية اللي بدي احكي عنها انه نحن لا شك انه لو ما في قرض من البنك الدولي كان قبل واستعنا فيه بمواجهة الوباء كان لبنان وضعه كارثي. اليوم بدي اقول لك اياه انه في دول كثير رصدت مليارات لمواجهة وباء كورونا، نحن ما عندنا شيء نرصده. نحن استعنا بقرض البنك الدولي اشترينا، ومثل ما قلت لك وبرجع باكد وزارة الصحة فاتحة المجال لكل القطاع الخاص، أي شركة أدوية بتقدر تستورد، نحن حاضرين تستورد من اللقاح. ولكن لحد اليوم أنا شايف أكثر من 20 شركة أدوية كل واحد بيقول لي أنا رح جيبه جمعة الجاي، البرة الشركات المصنعة هي ما عم بتبيع لحد هلأ القطاع الخاص. نعم، نحن وزارة التربية عم تحكي عن تعليم مدمج ورجع على المدرسة، وهالأساتذة ما تلقحوا ولا تأمنوا فاكسان ولا نحط اسمهم بمطرح، وإذا بدهم يروحوا على، إذا عم بتقول إذا القطاع الخاص حيستورد وبدهم ينطروا، طب قد إيه يعني الأساتذة ما بينصابوا؟ قد إيه نسبة الخطر عليهم؟ نحن شو لازم أول شغلة، الإجراء؟ نحن أول شغلة كمان بلجنة الكورونا أصرينا إنه ما فينا ناخذ طبعا نحن اللي تحت 18 ما عم نلقحهم بالمدارس، ولكن لا يجوز انه استاذ يروح ليعطي صف وما يكون ملقح، لانه انت عندك هون مصيبه كبيره، لانه هو حيشوف التلاميذ حيرجعوا على بيوتهم يقعدوا اهاليهم بس نحن والكبار عم بالامر. يحكوا الكل عم يسألوا الطلاب ولادنا بينعدوا، ما حدا عم بيجيب سيرة الأستاذ يلي يعني مهدور حقه بهالأيام. الحمد لله إنه اللجنة عم تفكر فيه. لا اكيد فكرنا فيه وناقشنا هذا الموضوع، وكان في مؤتمر نحن ووزارة التربية على ومع وزير التربية والفريق المختص في الوزارة لتوضيح الأساتذة والعاملين بقطاع الجاردري كمان مش بس الأساتذة نعم نعم قبل ما يرجعوا على التعليم. نعم بتحب تضيف كلمة أخيرة؟ بتحب تنصحنا نصيحة؟ أنا والله برجع بشكركم على هذا الموضوع، بشكركم على هالفكرة وعلى هالحلقة، وأنا بتمنى من كل الإعلام على طول إذا بده أي شغلة يطلع ياخد من ناس مختصين، لأنه اليوم مصادر شفنا موثوقة، هذا اللي جربنا نعمله. إيه لأنه شفنا عم نشوف اليوم كتير خاصة بموضوع الكورونا وموضوع شو عم بيصير بالكورونا، في كتير من الشاشات ومن الإعلام بلبنان بيجيبوا ناس منا اختصاصيين لتحكي، وهذا تشويه الحقيقة هو أخطر ما يكون بالمرحلة اللي عم نعيش فيها. ويعطيكم ألف عافية دكتورة علا وأستاذ خليل، ويعطيكم شكرا لحضرتك ونهارك سعيد. نحن بنشكر وجودك معنا والوقت اللي منحتنا اياه والمعلومات القيمة كمان. شكرا، يعطيكم ألف عافية، الله يعطيكم يعافيك. العافية، يعطيكم العافية.